فيما يخص أضحية العيد ما كاش مخاوف كبيرة، عندنا المخاوف لو كونتاكت على الإنسان مع الإنسان. ثاني حاجة كيكون الإنسان اللي راه يضحي يكون مريض، عنده مرض ما توبركلوز ولا كوفيد 19 ولا، وعلى حنا اون بريكونيز ولا اون ريكوموند يعني نقولوا للمضحي يكون في صحة جيدة، اللي راه مريض ما يدناش باش يذبح. من الحيوان يلزم في دي ستود سور لي سبيس كانين اي فيلين، الكلاب والقطوطه لقالهم لقاو نسبه ضئيله في الكباش، ما كاين حتى دراسه تثبت هذا لحد الساعه. نقولوا للتجار والبائعين تاعنا نقولوا لهم سيو كيفاه تنظموهم، ما يكونش تدافع، ويكزيجيو عليهم لابافيت ويكزيجيو عليهم التباعد بيناتهم، والبائع هدايا لازم يكون عنده منظف انديزانفيكتون عند الباب، حطو ابسط حاجه يكون عنده لوجا فيليزي اللي شاوي كي يدخل يشوي ينظف يديه، وكي يخرج يعاود ينظف يديه. فيما يخص التنسيق، حنا كجمعية رانا نتصلوا بالأطباء البياطرة على مستوى القطر الوطني، وعلى بالنا بلي هما مجندين دوبوي دي توتو لون دو لاني، أو متواجد مع المربي، المربي هاو قبل ما يولي الكبش تاعو كبش كان خاوف وكان يعتمد على أدوية ويعتمد على أكل ويعتمد على سويفي، ويعتمد اللي كان يقوم بهذا السويفي سي بيان لو فيتيرينار براتيسيان بريفي، هاو العام كاع وهو واقف على هذا لا بروتيين دوريجين أنيمال. كي يلحقنا دوكا كبش واجد للعيد عندنا يتدخل الطبيب البيطري اللي راهو اللي نتواجدوا اللي يتواجد في لي زاباتوار في لي بيرو ديجيان لو سوب ديفيزيون اغريكول لي انسبكسيون فيتيرينير او متواجد بارتو. وزارة الفلاحة جندت البياطرة قالت لهم تخدموا نهار العيد البياطرة سوا لي تاتيك سوا لو بريفي، ما عندناش مشكل حنا مع بعضنا نخدموا فيه تكامل يومي العيد. اللي ما راهوش قادر يقدر يتجه الى المذابح، عندنا مذبحين دوكا، مذبح هو الحراش الاول والكاليتو صويبة هاني سمعت مقبل قال لك راهم اون كور دو تراو، مذبحين ما يكفوش مع الكثافه السكانيه تاعنا على مستوى ولايه الجزائر راني نهضر، وعلى مستوى الولايات الاخرى يعني ذات الكثافه السكانيه العاليه يلزم اعاده النظر، تهيئه بعض مذابح اللي تكون اللي تؤدي خدمه مليحه للمواطن. حنا نقولوا للمواطن يوم العيد يذبح الكبش تاعو افيك لي ميزور دو بروفيلاكسي اللي باينين، يبعدوا التدابير تاعنا باينين، يبعد على جارو ولا على خوه اللي يذبح معاه، اللي راهو مريض ما يلحقش باش يكون هو المضحي باش يذبح، الملابس تاعو تكون نقيه، مكان الذبح يكون نظيف يتوفر فيه الماء والجافيل، الادوات تكون نقيه ويغسلها بين مرحله واخرى. هذو هما التدابير اللي نقول لهم عليهم. كي يشوف اون انومالي في لا كاركاس ولا نقطه مهمه يجب نشيروا لها، النسف ما ينسفوش بفمهم، ينسفوهم بلي بومب، لا بومب هذيك تساعد بزاف النسف يكون ولا الذبح لي دو على فوا ميم في السلخ. ممكن الواحد اللي يكون مربي ينقل المرض، انا شفناهم في دوله من الدول الاوروبيه في لاباتوار ايزون تروفي دي جون كونتاميني من اللحم اللي تقاس في لا سيرفاس تاعو، كيما لا توبركلوز كوم توت لي مالادي انفيكسيوز اون دي كونساي سا.